مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحدث وقائع معركة أين الله الجزء 95، وعنوان حلقتنا هل كلم الله موسى حقيقة؟ شفنا في الحلقة اللي فاتت إن الأشاعرة بيقولوا إن الله بيتكلم كلام نفسه، وإزاي غلاة الحنبلة الوهابية رد عليهم. النهاردة هنشوف إزاي الأشاعرة والمعتزلة والسلفية كل واحد منهم وصف كلام الله مع موسى. وهنبدأ بالمعتزلة ونشوف أول مرجع من شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ بيقول إيه؟ ثانياً إنه يلزم منه نفي الصفات التي وصف بها المعتزلة رب العالمين الأول، فلا يستقيم في كل موضع، فمثل ما قالوا في قوله وكلم الله موسى تكليماً، قالوا إن معناه كلم الله موسى تكليماً بأن معنى كلم الله موسى يعني إنه سمع كلامه المخلوق في الشجرة، وهذا السماع أكد في حق موسى لأنه سمع كلاما تكليما، يعني أن التكليم ليس تأكيدا للفعل الذي بدأ من الله عز وجل، ولكنه لإحساس موسى بما سمع. وهنا زي ما شفنا إن المعتزلة قالت إن فعلا موسى سمع صوت في الشجرة، بس الصوت ده مش كلام الله المخلوق، مش كلام الله، ده كلام الله المخلوق، الله خلق صوت، وإن فعلا موسى سمع ده، وده معنى سمع كلاما تكليما. ونشوف مع بعض كمان في كتاب دروس العقيدة شبهة استلزام إثبات الكلام بالتشبيه والتجسيم والرد عليها، بيقول أما المعتزلة الذين تحول إليهم مذهب الجهمية فيقولون إن الكلام مخلوق، وإن الرب لا يتكلم بكلام هو صفة له قائمة بنفسه، بل أن الكلام ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات تتعلق بقدرته ومشيئته، ولكن الله خلق هذا الكلام خارجا عن ذاته بأن خلقه في الهواء أو في جسم ثم نسبه وأضاف إليه تشريفا وتكريما. المعتزلة قالت الله خلق هذا الكلام خارجا عن ذاته بأن خلقه في الهواء أو في جسم ثم نسبه وأضافوا إليه تشريفا وتكريما. وهنا في السؤال بيطرح نفسه، هل ممكن المخلوق يقول يا موسى إنه أنا الله أعبدني؟ لأن الصوت قال يا موسى إنه أنا الله. وليه أنا بجيب أقوال المعتزلة؟ لأن الأشاعرة أخذوا من المعتزلة، يعني أصل الأشاعرة أبو حسن الأشعري كان معتزلي. ونشوف الأشاعرة قالوا إيه مع الشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في الفيديو اللي جاي. انما المعاني لم تكن، يرفض الاشعري انها لم تكن شيئا ثم وجدت ما بعد، والا يبقى ربنا لما يصف انه متكلم وانه كذا الايه دي لا تستطيع ان تفسرها. كلام شيخ الازهر الدكتور احمد طيب بيقول لا تستطيع تفسيرها، لان تفسيرها ان الله كلم موسى تكليما حقيقه، فلا نستطيع تفسيرها ان الله لم يكلم موسى ولا تكليما. القران يقول وكلم الله موسى تكليما، وشيخ الازهر الدكتور احمد طيب بيقول ولا كلم ولا تكليما، وده من كلام شيخ الأزهر. وأي آية فيها الله كلم حد مش هنعرف نفسرها. وخلينا كمان نشوف الشيخ الدكتور علي جمعة فسر إزاي إن الله كلم موسى، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. طيب برضو سأل سؤال برضو يا سيدنا، بتقول كيف كلم الله سيدنا موسى؟ إيه هي اللغة وما هي الكيفية؟ واضح إن مش عارفة تستوعب، بتقول مش عارفة استوعبها للأسف، اللغة والكيفية إزاي التكليم يعني. هو اللغة وسيلة للتفاهم. أنا لو كنت بتكلم لغة أنت ما تعرفهاش، صيني مثلا ما تعرفهاش، وهي لغة دلوقتي يتكلمها مليار وشوية ونص ولا بتاع، بس أنت ما تعرفهاش، يبقى مش هيحصل ما تقوم به اللغة. فاللغة مهمتها إيه اللغة؟ اللغة مهمتها أن تنقل إليك الفكر، سواء قراءة، سواء لفظا وسماعا، سواء إشارة حتى، ما هو في لغة الإشارة. افرض ان انت مش عارف اللغه دي مش هتفهم، يبقى التواصل انقطع. ولكن اذا هدف اللغه هو ايصال المعنى، ولذلك الله سبحانه وتعالى كلم موسى بان اوصل في قلبه المعنى، قذف في قلبه المعنى، حطه في قلبه المعنى. يا ربنا يقول كيت هو كده اهو. طيب ما مدى يقين موسى من ان هذا من عند الله؟ إذا كان يصح إن إحنا نقول رياضياً 1000%، نقول 1000000%، ولكن 100% يعني يقين تام لا يستطيع موسى أن ينفك عنه. بعد ما شفنا شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول ما نقدرش نفسر أي آية فيها كلم الله، لقينا الشيخ عليكم ما فسر وقال إن الله أوصل في قلب
موسى المعنى. وطبعا كل شيخ من شيوخ الأشعرية مش بيعتمد على دليل ولا مرجع، يعني لا شفنا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قدم دليل وقال مش هنقدر نفسر، والدكتور علي جمعة برضو فسر من دماغه وما قدم لناش دليل على كلامه. ونشوف رد السلفية في كتاب دروس العقيدة ونشوف مع بعض. وأجاب أهل السنة عن هذه الشبهة بقولهم إن الله يتكلم بكلام لا نعلم صفته ولا يشبه كلام المخلوقين، فلا يظن من ذلك التشبيه والتجسيم كما تقولون، بل أن الله يتكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته ولا يشبه كلام المخلوق، فالمخلوق له كلام يخصه والخالق له كلام يخصه، بذلك تزول هذه الشبهة وتنتهي. ولكن الحنابلة الوهابية قالوا ردا على اللي بينفي إن الله يتكلم، قالوا إن الله يتكلم بكلام لا نعلم صفته ولا يشبه كلام المخلوقين، يتكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته. وخلينا نشوف الشيخ الوهابي السلفي جهاد ابن عمر هيقول لنا ايه عن كلام الله لموسى، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. كلام الله عز وجل بحرف وصوت، الله حين يتكلم يتكلم بصوت، وذلك كذلك في كتاب ربنا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عدا المعقول فلا يقول أنا أتكلم، هل تسمع صوتا؟ نعم تسمع صوتا، وإلا لا يكون كلاما. إذا تكلمت في نفسي هذا لا يسمى، قلنا من الأول ليس كلاما، فالكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كان لفظ ومعنى ويتضمن حروفا ويسمع، أما من بعيد أو من قريب إذا كان مناجاة. أما أنه بصوت فلقوله عز وجل فاستمع لما يوحى، والذي يستمع إليه هو ما كان، هو الكلام الذي يكون بصوت. وقال عز وجل إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، ناداه، النداء يكون بصوت. قال عز وجل في كثير من الآيات ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول أين شركاء الذين كنتم تشركون. وحديث عبد الله بن أنيس الذي سبق يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب الحديث. ومن المباحث التي ينبغي أن تعلم في عقيدة المسلمين تجاه كلام ربهم تبارك وتعالى أن الله عز وجل يتكلم بمشيئته، يتكلم إذا شاء. فالله عز وجل حين تقتضي حكمته ويريد أن يتكلم يتكلم، فإذا لم يرد الكلام لا يتكلم. وزي ما شفنا الشيخ السلفي جهاد بن عمر قال إن الله كلم موسى بصوت، واستشهد إن الله نادى موسى والنداء يكون بصوت، وأيضا استشهد بحديث إن في يوم القيامة هيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وإن الله لو أراد إن يتكلم يتكلم، فإذا لم يرد الكلام لا يتكلم. وأنا أختم كلامي من مجموعة فتاوي ابن تيمية، سئل الشيخ الإسلام رحمه الله في رجل قال إن الله لم يكلم موسى تكليما وإنما خلق الكلام والصوت في شجرة، وموسى عليه السلام سمع من الشجرة لا من الله، وإن الله عز وجل لم يكلم جبريل بالقرآن وإنما أخذه من اللوح المحفوظ، فهل هو على صواب أم لا؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية برد وقال الحمد لله ليس هذا على الصواب، بل هذا ضال مفتري كاذب باتفاق سلف الأمة. خلي بالك يا شيخ الأزهر الكلام موجه لكم كمان، فبيقول بل هذا ضال مفتري كاذب باتفاق سلف الأمة وأئمتها، بل هو كافر يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإذا قال لا أكذب بلفظ القرآن وهو قوله وكلم الله موسى تكريما، بل أقر بأن هذا اللفظ حق لكن أنفي معناه وحقيقته، فإن هؤلاء هم الجهمية الذين اتفق السلف والأئمة على أنهم من شر أهل الأهواء والبدع، حتى أخرجهم كثير من الأئمة عن 72 فرقة. دلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. شوفنا في حلقة النهاردة أن المعتزلة قالت أن كلام الله مخلوق، وأن الرب لا يتكلم بكلام وصفة له قائمة بنفسه، بل أن الكلام ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات تتعلق بقدرته ومشيئته، لكن الله خلق هذا الكلام خارجا عن ذاته بأن خلقه في الهواء أو في جسمه ثم نسبه وأضافه إليه تشريفا وتكريما. وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب راح قال لنا إن الله كلم موسى تكليما لا نستطيع تفسيرها، وطبعا لأنه أشعري والأشعرة بينفوا إن الله بيتكلم ولكن بيتكلم كلام نفسي. والشيخ علي جمعة برغم إنه أزهري أشعري أنفسر بأن الله كلم موسى، أن الله كلم موسى بأن أوصل في قلبه المعنى وحط في قلبه المعنى. ولد الحنابلة الوهابية قالوا أن الله يتكلم كما يليق بجلاله وعظمته ولا يشبه كلام المخلوق، فالمخلوق له كلام يخصه والخالق له كلام يخصه. وأكد الكلام ده الشيخ طبعا السلفي أو الوهابي جهاد بن عمر أن الله بيتكلم بصوت، واستشهد بحديث أن في يوم القيامة حين يناديهم بصوت
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال اللي يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما إنما خلق الكلام والصوت في شجرة، وموسى عليه السلام سمع من الشجرة لا, 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 لا من الله، وإن الله عز وجل لم يكلم جبريل بالقرآن وإنما أخذ من اللوح المحفوظ المفروض إنه يجب أن يستتاب وإلا طلع. متابعوني في الحلقة الجاية عشان نشوف ماذا يترتب، إن كلام الله مخلوق أم غير مخلوق، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر.